يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أشتغل في شركة وهذه الشركة متعاقدة مع شركة تأمين بحيث يمكنني أن أعالج مريضي عن طريق شركة التأمين من دون أن أدفع شيئاً، بل شركتي هي التي تدفع، فهل يجوز هذا؟ الشغل اشتغل، ولكن العلاج عالج نفسك من مالك، عالج نفسك من مالك الخاص ولا تعالجها من أموال الناس. نعم.